فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحسن الله إليكم. يقول: هل يوجد عمل إذا عمله الإنسان كفي عذاب القبر ووحشته؟ نعم، أن يلتزم الطاعة ويتجنب الغيبة والنميمة ويحرص على الاستنزاه من النجاسات ومن البول، وأن يهتم بأداء هذه الفرائض الصلوات الخمس، وأن يكف أذاه هو عن الناس لا بلسانه ولا بنظره ولا بأذنه ولا بيده، ويؤدي الفرائض كلها ويحرص على ذلك ويتقرب إلى الله مع ذلك بنوافل العبادات التي يحبها الله. ذلك يقول الله، يقول الله في الحديث القدسي: فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الأمر يسر إذا الله يسر هذا الأمر للواحد. نعم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.